أهلا بكم في محاضرة النهاردة. خلينا نصمم مع بعض تقرير تفاعلي من البداية للنهاية، لكن الأدوات أو الطرق اللي هنستخدمها علشان نوصل للشكل النهائي هتكون مختلفة عن العادة. تعال نشوف البيانات الخام اللي عندنا والتقرير النهائي اللي عايزين نوصله، مرورا طبعا باستراتيجية أو آلية التنفيذ المتبعة. البيانات الخام هي بيانات تخص مجموعة من الأفلام، اسم الفيلم، وعندنا ما يقرب من 1829 فيلم أو بيان بشكل عام، تاريخ إصدار الفيلم، والبيانات هنا بتخص 5 سنوات متتالية بداية من سنة 2016 وانتهاء بسنة 2020. عندي هنا تصنيف الفيلم، اللغة اللي تم إصدار الفيلم بيها، البلد، إيرادات الفيلم، وأخيرا التكلفة عن كل فيلم. احنا محتاجين نعرض البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأفلام عن كل سنة وكل شهر بالطريقة دي. طبعا عندي هنا الجزء اللي على اليسار هو عبارة عن البيانات اللي احنا بنستخلصها من البيانات الخام اللي موجودة عندي، فبالتأكيد هلاقي عندي هنا الشهور أو مجموعة الشهور ابتداء من شهر يناير انتهاء بشهر ديسمبر. طبعا عندي هنا الإيرادات وعندي هنا المصروفات اللي تخص كل شهر، والإيرادات أو المصروفات اللي تخص كل شهر بيتم استخراجها بناء على اختيار سنة معينة من السنوات اللي موجودة عندي من لوحة التحكم أو عناصر التحكم، وبالتأكيد لما بختار سنة بيبدأ يعرض البيانات في الرسم البياني الكومبو تشارت اللي موجود عندنا، بحيث ان لو جيت في اي وقت اخترت سنة 2016 بالتأكيد هيروح يسحب البيانات من البيانات الخام اللي موجودة عندنا 2017 2018 و19 الى اخر البيانات. بالتأكيد في اكتر من طريقة لتنفيذ المشروع بالشكل ده، لكن احنا هنتكلم عن طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة، وخلينا نبدأ محاضرة النهاردة بالطريقة الغير مباشرة. بس خلي بالك ان الغرض من المحاضرة دي هو التعرف على اشكال وطرق التعامل المختلفة للعناصر على برنامج الاكسل بغض النظر عن النتيجة النهائية. مهمة جدا نفهم ادوات البرنامج وطرق توظيفها بشكل جيد. المحور الرئيسي في محاضرة النهاردة هو عن استخدام دالة نهاية الشهر الـ EO months او الـ End of months، وبالمناسبة الدالة دي استخداماتها قوية جدا لما بندمجها مع دوال أخرى خاصة في حالة تحليل البيانات. طيب تعال نشوف هنطبق الكلام ده ازاي بشكل عملي. دي البيانات الخام اللي موجودة عندنا، وطبعا زي ما تعودنا مع بعض في محاضرات كتير قبل كده، قبل ما بنبدأ نشتغل في أي بيانات يفضل ان احنا نحول البيانات دي الى جدول. وطبعا ليه بنحولها الى جدول؟ لان احنا عندنا مزايا كتير جدا، منها ان البيانات لو تم تحديثها او اضافة بيانات جديدة بعد كده في الصفوف او الاماكن الفاضية اللي تحت الجدول هيتم طبعا ادراكها الى الجدول بشكل مباشر او بشكل تلقائي، وبالتالي هتشتغل مع المعادلات وبالتالي هتشتغل مع الرسوم او المخططات البيانية. فخليني اقف في اي خلية، طبعا بتقف في اي خلية او بتحدد النطاق بالكامل، والاسهل ان انت تقف في خلية واحدة، وحروح من قائمة insert وحقول له عايز اعمل table، او طبعا هستخدم اختصار control مع حرف T، بحيث انه هيبدأ يفتح لي المربع ده. طبعا هو اوتوماتيك هيبدأ يحدد لي النطاق بالكامل، وهنا مهم جدا اتأكد ان انا عامل علامة صح ان الجدول بتاعي ليه عناوين رئيسة اللي هو اسم الفيلم والتاريخ والتصنيف الى اخره. هقول له هنا اوكي بشكل مباشر. طبعا اول ما بحط البيانات بتاعتي في جدول بتبدأ يفتح عندي قائمة table design، واحنا هنا المهم بالنسبة لنا حاليا هو التيبل نيم اسم الجدول، فانا هسيبه زي ما هو دلوقتي تيبل 1. طيب لو انا جيت في اي خلية هنا على سبيل المثال والتوضيح وقلت له ان انا عايز اجيب مجموع الايرادات، مجموع الايرادات يعني مجموع عمود الايرادات اللي موجودة في الجدول اللي اسمه تيبل 1، لو انا جيت هنا في الخلية دي وابتديت اقول له بيساوي وحددت له العمود ده اللي موجود عندي اللي هو عمود الريفينيو، هنلاحظ هنا ان بيديني تيبل 1 وبعد كده يفتح السكوير براكتس عشان يبدا يخش جوه الجدول عشان يديني اسم العمود. طبعا هنا هو كتبها بشكل مباشر، لكن احنا لو بنكتب المعادلات ممكن احنا نكتبها بايدينا، بمعنى حوله بيساوي سم على سبيل المثال والتوضيح، هات لي مجموع الجدول اللي هو جدول رقم 1، افتح السكوير براكتس، لان انا لو سبت الجدول على كده هو بيعمل ايه؟ بيحدد الجدول بالكامل، لا انا عايز مجموع الريفينيو فقط، فهقول له افتح السكوير براكتس اللي هو حرف الجيم من غير شيفت واللغه انجليزي زي ما هي، بحيث ان انا اقدر اخش جوه الجدول واختار العمود اللي انا محتاجه
واقفل السكوير براكتس عشان يبقى انا كده بقول له روح على الجدول وحدد لي العمود ده تحديدا. طيب لما بنكتب المعادلات ونبدا نعمل دمج وعايزين نكتب معادله طويله نوعا ما، فكره كتابه اسم الجدول وبعد كده اسم العمود ساعات بتكون مرهقه، ولو انا عايز اسحب المعادلات بتاعتي بشكل او في اتجاه افقي لازم اخدها بنظام الكنترول سي كنترول في او كوبي بيست، ما ينفعش اسحبها في اتجاه افقي لان اسماء الاعمده بتبدا تتغير. فهنا من الحاجات المهمه جدا ان انا احط البيانات بتاعتي في اسماء معرفه او اسماء محدده، ان انا اخلي العمود ده هو اسمه البادجت، العمود ده هو اسمه الريفينيو مباشره بدون اللجوء الى اسم الجدول. بنعمل الكلام ده ازاي؟ طبعا ممكن نعمل الكلام ده خطوه خطوه او عمود عمود، لكن الافضل لو انت عندك بيانات كبيره تحددهم كلهم وتخليهم create from selection. فانا هاجي تاني اضغط كنترول اي على البيانات اللي موجوده عندي بحيث انها كلها تتحدد من البدايه للنهايه بالشكل ده، وهروح من قائمه فورمولا وهقول له انا عايز اعمل بالنسبه لي الديفاين نيم create from selection عشان اشتغل بشكل مباشر بدل ما اقعد اكتب عمود عمود. هضغط على create from selection هيبدا يقول لي هنا انت عايز الاسامي تظهر منين. طبعا انا عايزها من التوب رو، كل عمود ياخد الاسم اللي فوق، يبقى انا عندي عمود التايتل عمود الديت عمود الجنرا الى اخره. هشيل طبعا الليفت كولم مش محتاجها واقول له هنا اوكي، بحيث ان انا دلوقتي بقى عندي طبعا اسماء الاعمده موجوده عندي بشكل مباشر. لو انا جيت استخدمت نفس الداله اللي احنا كتبناها اللي هي داله صم على سبيل التوضيح، المره دي مش محتاج اكتب له اسم الجدول، فهقول له بيساوي صم اجمع لي، هتجمع لي ايه؟ عايز عمود الايرادات، هبدا اكتب له على طول الريفينيو، فهو هنا هيختصر لي الخطوه بتاعت اسم الجدول. طب ليه ما استخدمناش الاسماء المحدده او الاسماء المعرفه دي بشكل مباشر؟ ليه عملنا جدول وبعد كده حطينا الجدول ده داخل الاسماء المحدده او العكس؟ لان الجدول بيتحدث بشكل تلقائي، الاسماء لوحدها الاسماء المعرفه او الاسماء المحدده دي لو انت استخدمتها مباشره بدون جدول هتشتغل معاك لكن مش هتبقى قابله للتحديث، يعني دايما هيفضل النطاق ثابت. فمهم جدا لو انت عايز تشتغل بيها حط البيانات في جدول وبعد كده اعمل create from selection عشان تبقى ضامن باستمرار ان اي تحديث هيحصل في البيانات هيشتغل معاك بشكل مباشر. طيب ده بالنسبة لي بعض التعديلات اللي موجودة عندنا على البيانات الخام. هنيجي هنا نعمل مثلا على سبيل المثال create new worksheet وخليني اسميها final report ونبدأ نكتب البيانات بتاعتنا في الاماكن الخاصة بيها. فحاجه على سبيل المثال في الخليه B2 وهبدا اقول له هنا انا عايز اجيب الشهر وبعد كده الريفينيو او الايرادات وبعد كده هقول له البادجت. طبعا اول حاجه محتاج اعملها هنا ان انا عايز ابدا ارسم له عناصر التحكم اللي هي هبدا اختار منها السنوات. طبعا عناصر التحكم زي ما اتعرفنا كتير موجوده في قائمه ديفلوبر او المطور. لو القائمه دي مش موجوده عندي او مش ظاهره او ما اشتغلتش عليها قبل كده خالص ممكن اجي اقف على اي قائمه من القوائم اللي ظاهره كليك يمين واقول له كاستمايز زاربون بحيث ان هو يفتح لي القائمه الخاصه بالمين تابس، ومن هنا اقدر اجي على قائمه المطور او الديفلوبر وابدا احط علامه صح علشان تظهر عندي بشكل مباشر. هنيجي من قائمه ديفلوبر من مجموعه التحكم او الكنترولز هاجي هنا من انسرت وهختار الاوبشن بوتن. طبعا هنا بنستخدم دايما او بنشتغل دايما على في الجزء ده على الفورم كنترولز لان ما فيهاش اكواد، لكن الاكتيف اكس كنترولز دي خاصه بالاكواد، فاحنا هنشتغل من الفورم كنترولز او الجزء العلوي. طبعا ممكن استخدم بقى اوبشن بوتن او ممكن استخدم تشيك بوكس على حسب البيانات اللي انت عايز تعرضها. انا هنا عايز اعرض سنه واحده بس، يعني يا اما سنه 2016 او 17 او 18، فهختار الاوبشن بوتن وبعد كده أبدأ أرسمها في أي مكان في الشيت اللي موجود عندي. على سبيل المثال هبدأ أرسمها في الجزء ده. طيب أنا عايز أعمل إيه هنا؟ طبعا زي ما اتفقنا قبل كده برضو الأوبشن بوتون اللي احنا بنرسمها دي لحد دلوقتي الإكسل مش شايفها أو مش فاهمها بشكل صحيح، فأي عنصر من عناصر التحكم قلنا احنا لازم نربطه في خلية فاضية بحيث إن هو يدينا نتيجة وناخد النتيجة دي ونقدر نستغلها في مشروع أو في خطوات أخرى. فحاجي على عنصر التحكم اللي احنا رسمناه هضغط عليه كليك يمين وهختار من هنا فورمات كنترول عشان ادخل على القسم او الجزء الخاص بربط العنصر ده في خليه معينه. هيبدا يفتح لي المربع ده هقول له هنا بالنسبه لي السيل لينك، على سبيل المثال هربطها في الخليه A3 اي خليه فاضيه، وخليني اعمل تاثير 3D شادنج. طبعا ده ما بيأثرش على البيانات لكن هو تاثير فقط
بيديله نوعا ما ثلاثي الابعاد، وهقول له هنا اوكي، يبقى انا هنا رابط الخليه بتاعتي او رابط العنصر بتاعي. خليني مثلا هنا برضو على سبيل التوضيح اخلي العمود ده اسمه عمود الهيلبر، بحيث ان لو ضغطت هنا على العنصر بتاعنا بالتاكيد هيبدا يديني هنا الرقم 1، ولو عملت عنصر تاني وتالت ورابع هيبقى 2 و3 و4 و5. احنا محتاجين 2016 لحد 2020، يعني انا محتاج بعد العنصر ده كمان 4. فممكن هنا اعمل كنترول سي كنترول في، او الافضل ان انا اضغط كنترول مع حرف الدي دوبليكيت، فهقول له كنترول دي كنترول دي كنترول دي كنترول دي. خليني اغير المسميات بتاعتهم ونسميهم السنوات اللي موجوده عندنا. لكن قبل ما نبدا نغير المسميات، طبعا هنا فكرة المحاذاة زي ما اتكلمنا عليها برضو كتير، بنبدأ ناخد آخر عنصر فقط ونسيبه في المكان اللي احنا عايزين نحطه فيه، وبعد كده أحدد العناصر اللي موجودة عندي كلها عن طريق كنترول A لو أنا ما عنديش عناصر تانية إضافية، وحروح من قائمة Shape Format وحقول له عايز أعمل محاذاة. أول حاجة حقول له أعمل لي محاذاة Top عشان يبقوا كلهم على مستوى واحد. بعد كده عايز أعمل توزيع أفقي وهما متحددين برضو، هقول له Align وأقول له هنا Distribute Horizontally، أعمل لي توزيع أفقي عشان يكونوا بالشكل ده، بحيث أن هنا العنصر ده رقم 1 والعنصر ده هيبقى رقم 2 والعنصر ده هيبقى رقم 3 إلى آخره على حسب الترتيب اللي احنا أنشأنا بيه العناصر. خليني أغير المسميات بتاعتهم بسرعة ونرجع نكمل مع بعض. طيب ممتاز، أنا دلوقتي محتاج أعمل إيه؟ وهنا دي الطريقة الغير مباشرة اللي أنا عايز أتكلم عليها. أنا محتاج لما أختار هنا مثلا سنة 2016، محتاج هنا بالنسبة لي الجزء الخاص بالشهور يظهر لي اليوم والشهر والسنة اللي يخصوا 2016. يعني يجي هنا يقول لي 1 يناير 2016، 1 فبراير 2016، 1 مارس 2016. لو اخترت 2017 يبقى هنا 1 يناير 2017، 1 فبراير 2017 إلى آخره. الفكرة هنا في إيه؟ خليني أجي على العمود المساعد ده وحبدأ أكتب له هنا التواريخ اللي هي تخص بداية كل سنة، فحقول له 1/1/2016، 1 يناير 2016، وحسحب المعادلة بتاعتي لتحت أو التاريخ بتاعي لتحت بالشكل ده. طبعا هنا الستيب فاليو هتبقى بالأيام يوم يوم، لا أنا عايزه يبدأ 1/1/2016 وتروح على السنة اللي بعدها. فممكن وأنا بعد ما أسحب لتحت أجي هنا على الفيل وهقول له اعمل لي فيل بالسنوات، بحيث ان يبقى عندي هنا 2016 17 18 19 20. وهنفهم الفكره دي عملناها هنا ليه عشان تبقى واضحه. اول حاجه عايز بقى يجيب لي هنا لو اخترت العنصر ده يقول لي هنا 1 يناير 2016، ولو اخترت العنصر ده يديني هنا 1 يناير 2017. هنا ممكن استخدم اكتر من صيغة او اكتر من دالة، لكن خليني هنا استخدم دالة تشوز، دالة ان انت تبدأ تشوف لو الرقم 1 تجيب لي ايه، لو الرقم 2 تجيب لي النتيجة التانية، لو الرقم 3، لان كده كده التسلسل اللي موجود عندي هنا هو اللي هيظهر هنا 2016 17 18 19 20. فممكن اجي في الخلية دي وحقوله بيساوي واستخدم هنا على طول دالة تشوز، هيبدأ يقول لي الاندكس نمبر او الرقم اللي انت هتبدأ بناء عليه تظهر النتيجة، هقول له الرقم اللي هيظهر عندي اللي هو اصلا كان موجود من السيلينك. بعد كده هعمل الفاصلة الفاليو 1، لو الرقم طلع 1 ايه النتيجة اللي انت عايزها تظهر رقم 1، هقول له هاتلي 1 يناير 2016، فاصلة القيمة رقم 2 هتبقى 2017 فاصلة 18 و19 و20. طبعا ممكن اثبت وممكن ما اثبتش، لكن انا هنا مش هثبت لان انا كده كده مش هسحب الخليه دي لتحت، هقفل القوس على كده واضغط اوكي. طبعا هنا ظاهر لي رقم ممكن احوله مباشره الى التاريخ عشان يبقى واضح، فخليني اخد العمود ده واضغط كليك يمين وهقول له من هنا فورمات سيلز وهقول له بس خلي لي البيان اللي موجود عندي التاريخ، وممكن اخليه كاستم واخليه MM عشان يبقى واضح فين يناير وفين فبراير الى اخره، على حسب التاريخ مكتوب ازاي، هل التاريخ عندك الشهر الاول ولا اليوم هو الاول بالشكل ده. فانا هنا لو اخترت 2016 اوتوماتيك هنا هيكون 2016، لو اخترت 2017 18 19 20. ممتاز، عايز بقى 1 فبراير، عايز 1 مارس، طبعا عن نفس السنة. هنا هنستخدم الدالة EO months، طبعا دي دالة مهمة جدا. لو انا قلت له هنا على سبيل المثال في الخليه اللي تحتها على طول بيساوي EO months، هيبدا يطلب مني الستارت ديت وعدد الشهور. لو انا قلت له الستارت ديت هي الخليه دي اللي هي التاريخ اللي قبله فاصله
عدد الشهور هنا هقول له صفر. معناها ايه؟ معناها هات لي نهاية الشهر اللي فوق ده، اللي هو هات لي 1 يناير، نهاية الشهر بالتأكيد هيكون 31 يناير. لو قفلت القوس على كده وقلت له اوكي هيبقى 31 يناير. انا عايز هنا اول يوم في الشهر اللي بعده، فانا هنا ممكن بعد المعادلة ازود في الاخر زائد 1، شوف النتيجة اللي هتطلع وزود عليها 1 هيقول لي هنا 1 فبراير 2020. ممكن اسحب الخلية بتاعتي دي لتحت بحيث ان انا اجيب بقية البيانات لحد ديسمبر بس، مش محتاجين يناير في حاجة، بحيث ان انا الجزء ده بقى دلوقتي هو مرتبط بالجزء ده بشكل غير مباشر. لو انا اخترت 2016 فالبيانات هتبقى بتعرض عن 2016 2019 و2020. لحد هنا الامور ممتازة، مفيش اي مشكلة. دلوقتي نقدر نكتب المعادلات بتاعتنا عشان نجيب الايرادات ونجيب المصروفات. بس قبل ما نكتبها خلينا نتذكر مع بعض كده اسماء الاعمدة اللي موجودة عندي. انا عندي اللي انا هشتغل عليه بشكل اساسي هو عمود الديت التاريخ وعمود الايرادات او المصروفات، دول الاعمدة اللي احنا هنركز عليه. انا هنا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اجيب اجمالي الايرادات اللي تخص شهر يناير، بس فين في شهر يناير؟ من اول 1 يناير انتهاء ب 31 يناير. طيب طبعا مش هروح ل 1 فبراير، انا عايز من يناير لنهاية يناير فقط لا غير. فحوله هنا بيساوي sum fs، اجمع لي لكن بناء على عدة شروط. اول حاجة هتجمع منين؟ هجمع من عمود الريفينيو، بما ان انا واقف في الريفينيو طبعا هنا هكتب كلمة ريفينيو مباشرة فده مهم جدا. فاصلة هيبدأ يقول لي الكريتيريا رينج 1، المكان اللي انت هتدور فيه الاول هو عمود الديت، فهكتب له هنا كلمة ديت، هيبدأ يظهر عندي اسم العمود بشكل مباشر، مهمة جدا. بعد كده هعمل الفاصلة، هيبدأ يقول لي ايه هو المعيار الاول، فهقول له انه يكون اكبر من 1 يناير. طبعا اكبر من او يساوي لازم تتحط ما بين علامتين تنصيص لان دي نص، فهقول له علامة تنصيص اكبر من يساوي علامة تنصيص، واقول له اند عشان اربط الخلية دي معاه. يبقى انا بقول له ان يكون اكبر من 1 يناير اول حاجة. بعد كده هعمل الفاصلة بتاعتي، هيبدأ يقول لي الكريتيريا رينج 2، عايز اقول له بقى ينتهي في يناير، فهقول له هنا تاني الكريتيريا رينج 2 هو عمود الديت فاصلة المعيار بتاعي. هنا ممكن اربط بالخلية اللي تحت، بس مش دايما في كل المشاريع او في كل التقارير او في كل البيانات هتلاقي الخلية اللي تحت هو تاني شهر، ففي الحالة دي لازم تفهم الدالة كويس. هنا ممكن اقول له الكريتيريا 2 بالنسبة لي هنا انه يكون نهاية الشهر، حتى لو انا ما عنديش 1 فبراير او 1 مارس او الى اخره، هقول له هات لي يكون المعيار التاني نهاية الشهر اللي هو اصغر من او يساوي دالة EO months، فهقول له علامة تنصيص بالتأكيد اصغر من او يساوي علامة تنصيص and، وحبدأ اقول له الدالة بتاعتنا EO months. هيبدأ يقول لي ايه هو الـ start date، هقول له الخلية دي فاصلة، طبعا الشهور صفر لان انا عايز نهاية الشهر ده، واقفل القوس بتاع الدالة الـ EO، واقفل القوس كم مرة بتاع دالة sum fs، واقول له هنا اوكي، هيبدأ يديني هنا النتيجة بشكل مثالي. يبقى دي الايرادات اللي تخص سنة 2020. لو انا اخترت 2016 الامور شغالة بشكل كويس، و 2017 18 ما عنديش اي مشكلة. خليني اسحب البيانات بتاعتي لتحت عشان يجيب بقية الشهور. طبعا نفس المعادلة دي ممكن ناخدها من جوه كنترول سي عشان ما يحولش او ما يبدلش الخلايا، كنترول سي كلها، واجي احطها هنا كنترول في عشان يفضل الجزء ده ثابت لان انا ما كنتش مثبته. كل اللي انا محتاج اغيره هنا هو السم رينج، بدل ما كنت بتجمع من الايرادات هتجمع من الموازنة او المصروفات، ونفس المعايير بتطبق بشكل طبيعي. واسحب المعادلة بتاعتي لتحت عشان يبدأ يجيب لي بقية التفاصيل. طبعا هنا انا دلوقتي مش هينفع اظهر 1 يناير و 2 فبراير والكلام ده كله، فانا ممكن اقول له حول لي التواريخ اللي موجودة عندك هنا الى شهور فقط، فممكن احددها عن طريق الام ام ام في الكاستم كاتيجوري، فهحدد البيانات اللي موجودة عندي اللي هي التواريخ خلاص استخدمتها او استغلتها، كليك يمين وهقول له بالتأكيد فورمات سيلز. حاجة هنا من الكاستم بدل ما هي يوم وشهر وسنة هقول له لا خليها لي 3 ام، يعني اظهر لي الشهر بثلاث حروف مختصر فقط لا غير، واقول له هنا اوكي عشان تبقى بالشكل ده، بحيث ان انا هنا الامور كلها شغاله بشكل طبيعي. لو اخترت 2016 2017 18 19 20، طبعا اول عمود اللي هو عمود الهيلبر ممكن نكون مش محتاجينه، ممكن نخفيه، ممكن نغير اللون بتاع الكتابه زي ما احنا عايزين، مفيش اي مشكله. خليني برضو
ادي له بعض التنسيقات للبيانات اللي موجودة عندنا. كالعادة انا بفضل جدا الاطار الخارجي باللون الابيض عشان ابدأ ادي الالوان للخلايا فتبقى منفصلة عن بعضها. فخليني احدد الجزء ده كله واضغط كليك يمين واقول له من هنا فورمات سيلز، وهقول له اعمل لي اطار. الاطار ده يكون عريض على سبيل المثال، اللون بتاعه يكون ابيض، وهتطبق الكلام ده اوتلاين وانسايد في الخارج وفي الداخل، واقول له هنا اوكي، وابدا اديهم اي لون مختلف وليكن باللون ده، واخلي لون العنوان بالتاكيد لونه واضح بحيث ان البيانات تكون بالشكل ده. طيب ده ممتاز بالنسبة للبيانات الأساسية اللي موجودة عندنا. طبعا أنا مش محتاج هنا الخطوط الشبكية اللي موجودة، فممكن أجي من قائمة فيو وأقول له شيل الجريد لاينز بحيث أن أنا عايز التقرير بتاعي يتم عرضه بشكل كويس. خليني أكبر ده شوية وأبدأ أكبر الجزء ده لتحت سنة صغيرة عشان تبقى على قد الشاشة اللي موجودة عندنا. نبدأ نرسم رسم البيان بتاعنا. طبعا بالتأكيد أو زي ما اتكلمنا كتير قبل كده، لو احنا عايزين نعمل الكومبو بوكس بحدد البيانات اللي موجودة عندي، وحروح من قائمة insert وحقول له تعالى اعمل لي على سبيل المثال الكولم chart. طبعا خلي بالكوا البيانات هنا مليار او بالبليون، الارقام كبيرة جدا، فاحنا ممكن نختزلها لو احنا عايزين نختصرها، بس انا كده كده هختزلها على الداتا ليبل او على الرسم البياني نفسه، فمش محتاج اغيرها هنا دلوقتي. لكن ممكن بس بشكل سريع كده اقول له حط لي هنا علامة الالف، ومش عايز علامات عشرية عشان تبقى البيانات واضحة لاي حد بيقرأ البيانات يقدر يقرأ هو الرقم ده مليون ولا مليار ولا 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 إلى آخر. خليني هنا أشيل الجزء اللي على اليمين، مش محتاج الأرقام اللي موجودة عندنا دي، وأنا هنا محتاج أعمل كومبو بوكس زي ما اتكلمنا برضو بشكل مكثف قبل كده عن الفكرة دي. بحدد أي عمود من الأعمدة اللي موجودة عندي، كليك يمين وحقول له عايز أعمل change chart type، عايز أغير نوع المخطط البياني، وهنا من القائمة دي هختار الكومبو بحيث أن أنا في الجزء ده اقدر اختار الريفينيو هياخد اي شكل والبادجت هتاخد اي شكل. على سبيل المثال البادجت بالنسبه لي هتبقى هي اللاين. طبعا هنا ما ينفعش ان انا اخليها سكندري، مش هتعرض البيانات بشكل ادق، لان هما الاثنين من نفس نوعيه البيانات مش نسب مئويه، فانا هخليها هنا لاين فقط ومش هغير السكندري اكسس، وهقول له هنا اوكي عشان تبقى بالشكل ده. طبعا العنوان لو انا مش عايز العنوان هحدده واعمل له ديليت. الخطوط الشبكية اللي موجودة عندي دي لو أنا مش محتاجها ممكن أحددها، أحدد واحدة منهم كلهم هيتحددوا وأعمل لهم ديليت، بحيث أن أنا أقدر أستغل الرسم البياني بتاعي أكبر قدر ممكن أو بأكبر مساحة ممكنة من البيانات. طبعا هنا ممكن نكبر عرض العمود شوية، فحضغط على أي عمود كليك يمين وحقول له فورمات داتا، وحقول له بالنسبة لي الجاب خليها هنا على سبيل المثال خليها 100، او لو انا عايز اكبرها او اصغرها اقدر اتحكم طبعا هنا في الجزء ده بشكل مباشر. نفس الكلام هضغط على اللاين، يفضل نخلي اللاين سموزد شوية عشان ميبقاش كاسر قوي بالشكل ده، لكن هنا طبعا بنغيره من الفيل اند لاين، وحنزل تحت واقول له من هنا عايز اخليه سموزد بحيث انه يكون بالشكل ده. ولو انا عايز اعمل سهم في النهاية اختار نوع السهم واختار بالتأكيد الحجم الخاص بيه عشان يديني تأثير نوعا ما كويس. خليني برضو هنا أبدأ أغير اللون الخاص بالشارت اللي موجود عندي، هحدد أي عنصر من عناصر اللي يخص الريفينيو، ومن قائمة فورمات أنا هديها لون سريع من الشيب فيل، هقول له خليها مثلا باللون الأزرق الفاتح، وممكن أجي على اللاين بتاعنا ده وأقول له خليه باللون الأزرق الغامق، طبعا بحدده وأروح أغير لونه بشكل طبيعي جدا بحيث برضو أن أنا أحافظ على تناسق الألوان. أبدأ أضيف الداتا ليبلز، فهاجي على أي عمود من الأعمدة، طبعا أنا هضيفه هنا على المحققات فقط أو الإيرادات، سوري هضيفه على الإيرادات مش عايز أضيفه على المصروفات، على حسب البيانات اللي موجودة عندي. فهضغط كليك يمين وهقول له من هنا Add Data Label عشان يبدأ يضيف لي البيانات عندنا بالشكل ده. طبعا كبيرة جدا ما ينفعش تخش جوه الرسم البياني، وما ينفعش أسيبها فوق كده عشان ما تبقاش متداخلة في بعضها، فممكن أحددها أي واحدة فيهم، كليك يمين وكالعادة هروح على فورمات داتا ليبلز، وهبدأ أغير النمط بتاعهم من النمبرز، هبدأ أقول له خليها مثلا خليها نمبر، خليها عملة زي ما أنا عايز، لكن أنا ممكن أغير الكود أقول له 0.0 رقم فصلة، فصلة الواحدة قلنا بتشيل أو بتخفي ثلاث أرقام، كمان فصلة كمان فصلة، وممكن أقول له في الآخر هنا ما بين قوسين أو ما بين علامتين تنصيص حرف الام لو هي بالمليون، حرف الكي لو هي بالالف، لو بالبي بليون الى اخر،
واقول له هنا اد عشان تبقى البيانات بشكل مختصر. طبعا لو انا عايز اظهر اكتر يعني 1.4 1.5 لو انا عايز اظهر اكتر حاجة هنا اقول له 0.00. لو انا خليتها 0.0 معناها حط لي رقمين بعد البيان، فعشان تبقى اوضح لو انت حابب كده. بالمناسبة واحنا في الجزء ده ممكن اقول له خلي لي الليبل بوزيشن ده يكون انسايد اند او انسايد في القاعدة نفسها من تحت، زي ما انا عايز اقدر احدد المكان اللي انا عايز احطهم فيه. خليها 0.1 على سبيل التوضيح. طبعا الرسم البياني بتاعي ممكن ارفعه لفوق كده، لكن لو رفعت لفوق هيبدأ يخفي البيانات اللي تحت اللي هي عناصر التحكم. فانا هنا لو انا مش عايز اطار في الاول للرسم البياني من قائمة فورمات الشيب اوتلاين هقول له نو اوتلاين، والشيب فيل هقول له نو فيل. طيب برضو ما زلت مش قادر طبعا بالتأكيد احدد العناصر اللي تحت، هو هي ظاهرة لكن مش قادر احددها. فانا ممكن اقول له بالنسبة للرسم البياني ده هضغط عليه كليك يمين وهقول له خليه هو في الباك، خليه هو في بداية الشيت عشان اقدر اختار من هنا البيانات اللي انا عايزها، طبعا بما يتناسب مع الطريقة او بما يتناسب مع الشكل اللي انا عايز اعرضه، ما تبقاش البيانات داخلة في بعضها بحيث ان انا هنا من البيانات الخام اللي كانت موجودة عندي قدرت اعمل او اشتغل على فكرة عناصر التحكم. خطوة اخيرة هنا لو انا عايز احط عناصر التحكم في نمط مختلف شوية عشان تبقى شكلها اوضح، ممكن اجي من قائمة انسيرت وابدأ ارسم اي شيب موجود عندي، وليكن الشيب ده اللي هو الدائري هرسمه على سبيل المثال في الجزء ده، وبرضو اخليه send to back عشان يبقى العناصر دي هي اللي ظاهرة قدام تبقى واضحة بالنسبة لي. طبعا مهم جدا تاخد بالك بقى من فكرة الاحجام والابعاد والزوايا والالوان، على سبيل المثال خلينا نخليها باللون ده ومش عايز outline خالص بحيث انها تبقى وكأنها جزء مستقل بذاته. طبعا اخر حاجة ما تنساهاش مهمة جدا ان انت بعد ما بتخلص بتحدد الكل كنترول A العناصر كلها كليك يمين وتقول له من هنا عايز اعمل جروب، عشان لو عايز تنقل كل ده مرة واحدة او تكبره او تصغره الامور عندك تبقى شغالة بشكل كويس، لان فكرة ان انت تسيب العناصر كل عنصر على حدة ممكن تعمل لك مشاكل بعد كده وانت بتنقل البيانات او بتغير فيها او بتكبرها او بتصغرها. المحاضرة اللي جاية ان شاء الله هناخد نفس المشروع لكن بطريقة مباشرة جدا بطريقة بسيطة جدا، وزي ما اتفقنا الفكرة هنا ان انا افهم ازاي اتعامل مع العناصر او ازاي ان انا اوظفها وازاي ان انا اشتغل بيها بطرق متنوعة او بطرق مختلفة. وبكده نكون وصلنا لنهاية محاضرة النهاردة. تحياتي عصام الصياد.